مرحبا. اهلا وسهلا. كيف حمزه؟ كيفك؟ اهلا وسهلا فيكم في رام الله. صبايا اهلا. شباب الناصره اهلا وسهلا. حمزه عقرباوي الباحث. اهلا وسهلا. الشاب في التراث. أهلاً وسهلاً. والحكواتي. اهلا يا دكتوره. احنا كثير سعيدين. بالعكس احنا سعداء. واهلا وسهلا فيكم في بلدكم رام الله بين اهلكم وناسكم. تسلم. وعلى راسي والله. اهلا وسهلا. يسعدك. يعني جيتنا على رام الله دائما هيك بيرفقها كثير حنين وكثير حب، لانه رام الله لها ميزه بقلوب الفلسطينيه في كل محل. بس كتير هيك حلو نسمع عن كيف بلشت رام الله، كيف تأسست. إحنا موجودين اليوم أمام دوار المنارة وشو قصة هدول الأسودي؟ بلكي تحكي لنا شوي. الحديث بدور عن خمس عائلات أساسية، راشد حدادين وأبنائه اللي أجوا على البلد هاي. أي سنة؟ أي هذا سنة؟ في العهد العثماني قبل أكثر من 200 سنة. أجوا من منطقة الأردن. بتعرفوا احنا العرب اجمالا حياتنا بتقوم على الترحل والانتقال طبعاً. فممكن تلك عائله بالناصره اصولها من رام الله صح. او اصولها من الاردن صح. فاحنا عندنا طبيعي الارتحال، ما كانش فيه الحدود السياسيه، كانت بلاد الشام الكبرى والهلال القصير والعرب يعني. وهذه ميزه من الاشياء اللي بنحاجج فيها الاحتلال، انه احنا ما كانش عندنا ضيق في افقنا، فاحنا بنترك الارض ارضنا والناس اهلنا، فبننتقل بين بلادنا ومع اهلنا. فارتحل من الأردن وأقام في رام الله اللي كانت قرية قائمة، لكن أهلها كانوا تاركينها. كان في بيوت وفي معالم أثرية زي مقام سيدنا إبراهيم، وفي أنقاض كنائس قديمة، وفي معالم في القرية. فأقاموا الخمس عائلات الأساسية في هاي البلد اللي منهم أنشأت رام الله القرية قبل ما تبلش تتحول لمدينة. فكل أسد برمز لعائلة من العائلات الخمس الأساسية في رام الله. هاي العائلات ما زالت موجودة؟ لا تزال موجودة طبعا، مع الوقت عشرات العائلات اللي وفدت على رام الله وسكنت. وقلنا هاي البلد ميزتها انه مضيافة والانسان بعيش فيها. انا الاصل من منطقة نابلس وانا ساكن في رام الله، عقرباوي عقرب وبعيش في البلد على اني ابنها ومن اهلها. وكل الناس اغلب الناس هون كمان في 48 اهالينا اللي اقتلعوا من اراضيهم. في بعض العائلات كانوا في الناصرة زي عائلة دارخوري، كانوا مقيمين في الناصرة في 48 أجوا أقاموا في رام الله عند أهلهم من اللد، من الرملة، من يافا، أجوا أقاموا والآن هم أهل البلد. فهذه المدينة جمالها في أنه هي تحتضن الجميع، والجميع بحس فيها أنه ابنها ومش غريب عنها. الله يديم. اتفضل. يلا.